حظيت أميرة يمنية تم تداول صورة لها بتغطية إعلامية غير مسبوقة، وكانت ناشطة تدعى أما الله الحجي نشرت صورة تمثال برونزي للأميرة نادين ذي صدق شمس يعود إلى ما قبل 3000 سنة، ويظهر التمثال الأميرة وهي في حالة أناقة غير معهودة. وكتبت الحجاج وصفا لحالة الأميرة بلباسها الأنيق وضفائر شعرها المصففة إلى جانب وجهها المبتسم، معتبرة هذه الصورة تكشف عظمة المرأة اليمنية منذ القدم. وأعيد تداول الصورة من قبل وسائل إعلام عديدة وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، محدثة حالة من الجدل بين من يراها تعكس حقبة معينة من الزمن عاشتها اليمن وبين من يحاول توظيفها لمصالح ذات أبعاد دينية. لكن الغالبية ممن تداول الصورة ظلوا ينظرون لها كحقيقة للمكانة المرموقة للمرأة اليمنية وجمالها.